تعبان نجفية تمتاز بالصوف الخالص ما مخبوط وتمتاز بالألوان مال العباء وخياطة العباء والعبايتشية لأن ماكو بالمحافظات كلها مثل سوق العبايتشية بسوق الكبير بالنجف. فشيوخنا عامة شيوخ النجف هم لابسين البشت حتى ما يلبسون يعني العبان مستوردة لأن هاي شخصيته نفسيته وشخصيته. كل ما ينعم كل ما يرتفع سعره. الزري مالته فرنسي مطلم ما يذهب، هذا الترتيب مالته يحترق يصير فضه مال المحابس، يعني عند اهل الذهب يعرفون شنو القيمه مالته.